الإنسان يعاني من الشقيقة، والشقيقة هي آلام بتكون موجودة في الرأس. ممكن الآلام دي تمسك الجانب الأيمن أو تمسك خلف الرأس أو تمسك الجانب الأيسر أو تمسك مقدمة الرأس أو الرقبة عندك. وطبعا آلام الشقيقة دي هي آلام يعاني منها الكثير، ومهما تاخد من أدوية ومهما تاخد من علاج، يعني سبحان الله ما بيحصلش شفاء نهائيا. طب ما رأيك لو أنا قلت لك إنك إن شاء الرحمن بدقيقة واحدة ستختفي من عندك آلام هذه الشقيقة ولن تعاني منها بعد اليوم؟ فكل ما عليك يا أخي الكريم أن تستمع لي وتنتصت في دقائق معدودة، ثم تضع يدك على جبهتك هكذا، وفي هتلاقي عرجين هنا، عايزك بس تحط إيدك عليهم كده معايا وتقول 3 مرات: حسبي الله ونعم الوكيل. كرر: حسبي الله ونعم الوكيل. كمان مرة: حسبي الله ونعم الوكيل. ثم ضع يدك على جبهتك هكذا وقل بسم الله، واستمع لي الآن في هذه الآيات التي سأقرأها. اعمل صبعينك دولت كده وحط يدك على العرجين اللي بينبضوا كده وقل بسم الله وضع يدك هكذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فمن كان به أبا من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وانت مغمض بسم الله يسحب الصداع من الرأس، تختفي كل الألم اللي موجودة في الرأس الآن، تختفي كل الألم اللي موجودة في الرأس، يسحب كل ضيق في الصدر، يسحب الألم اللي في الرأس الآن، ينزل هذا الألم إلى الأسفل، ينزل بأمر الله إلى الأسفل، يسحب إلى الأسفل، يسحب إلى الأسفل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يسحب هذا الألم إلى الأسفل، يسحب إلى الأسفل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء. أولئك في ضلال مبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم 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 بسم الله يسحب الصداع اللي في الرأس الآن قول يا أخي الكريم وش اللي حسيت بيه واكتب لي في التعليقات وإن شاء الرحمن هرد عليك وكل ما عليك أنصحك نصيحة لله جل وعلا هات زيت زيتون تمام وهات ورق سدر وهات يعني حنة واخلطهم كلك ببعض واجعلهم معجون واحد تمام ثم بعد ذلك يعني سبحان الله تقرأ عليهم سورة الأنفال وتقرأ عليهم سورة التوبة وتقرأ عليهم سورة المعارج والذاريات وتقرأ المعوذتين والإخلاص ثم تنفث فيهم وتعملهم عجين وتحطهم على رأسك قبل صلاة المغرب ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتقول اللهم لك ما سكن في الليل والنهار سكن كل ألم برأس يا أرحم الراحمين يا رحمن يذهب كل ما بك من ألم بإذن رب العالمين شاركها لغيرك ولا تدعها تقف عندك وأنصحك أنك أنت تكرر الرقية ديت أكثر من مرة ولو راحت ألم الشقيقة والصداع اكتب لي في التعليقات دمتم في ودي في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسأل الله عز وجل أن ينفع بها كل من استمع لها وأن يجعلها في ميزان حسنات كل من شاركها في أمان الله.